اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انضم لي الاستاذ زغلول صيام الناقد الرياضي الكبير ورئيس القسم الرياضي بجريده فيتو. اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا كابتن، نور الدنيا. واهلا بمشاهدي قناه الاهلي واهلا بكل المتابعين. ربنا يخليك يا رب. عايز نبدا من ايه؟ نبدا طبعا من الاجواء الاحتفاليه. يعني طبعا ربنا يوفق ان شاء الله ويكتب الخير لمصر ونوصل للمونديال بعد غياب 28 سنه. ده في حد ذاته انجاز. الناس فرحانه، الناس مبسوطه. طبعا الماتش بتاعنا لسه، الدور الكبير بتاعنا. طبعا بنأجل افراحنا وبنأجل كل اللي بيحصل دلوقتي لحد ما ان شاء الله نحقق الحلم الكبير غدا والفوز على الكونغو. كان لي يعني عظيم الشرف ان انا اكون موجود ضمن بعثه المنتخب في اول مباراه في التصفيات اللي هي كانت مباراه الكونغو. كنت موجود معاهم هناك في الفندق وفي الاتوبيس وفي كل مكان. كانت دي ضربه البدايه. لحد دلوقتي ده الكلام ده كان زي اليومين دول السنه اللي فاتت في شهر اكتوبر 2016. بتذكر الموضوع والبدايه والحلم ان احنا نوصل للمونديال. كنا قاعدين وفي المدرج، وكان قاعد المهندس هاني ابو ريده، وكان قاعد مجموعه كبيره من الاداريين بتوع المنتخب. وجه الجون الاول في مصر واحنا قاعدين. طبعا اول ماتش في التصفيات وكلنا مسجودين، لكن ربنا كرم في اليوم ده. وكان محمد صلاح وعبد الله سعيد كان ليهم راي تاني وقدروا ان هم يرجحوا كفتنا. فالانطلاقه القويه والبدايه القويه على عكس البدايات اللي بتبقى ضعيفه للمنتخب المصري في سنوات كتيره سابقه هي حرمتنا. يعني انت لو تبص مثلا كان عندنا اقوى منتخب في 2010 ما وصلش المونديال رغم كميه النجوم الرهيبه اللي كانت موجوده في المنتخب. ليه؟ لان البدايه كانت قدام تعادل امام منتخب زامبيا في القاهره هنا. صعب المواضيع علينا وخلانا نلعب ماتش حاسم في معظم الماتشات او البدايات بتبقى البدايه بتاعتنا ضعيفه، لكن المره دي الحمد لله البدايه قويه. المنتخب بيلعب. نعم الفرق قدمت هدايا للمنتخب سواء منتخب الكونغو او منتخب غانا، لكن ومنتخب اوغندا في البدايه لما تعادل مع منتخب الغاني في غانا ده كان بدايه ان المنافس معروف. لو جيت تبص لها هتلاقي المنافس دايما لينا هو منتخب غانا اللي احنا كنا خايفين منه بالزبط. لكن ظهر منتخب اوغندا وقدم هديه كبيره لمنتخب مصر خلاك تتربع على قمه المجموعه، تمشي في صداره المجموعه. كل التوفيق ان شاء الله لبكره، ان شاء الله ربنا يكملها على خير وتكمل ان شاء الله فرحه الشعب المصري غدا ان شاء الله. اكيد يعني ان شاء الله ان شاء الله. أنا لسه كنت بقول قبل ما حضرتك تدخل يعني وتنورنا هنا، بقول ان هو ربنا عايزنا نفرح. اكيد طبعا، بصرف النظر يعني بقى عن اللي حصل والهدايا اللي حضرتك اتكلمت عليها طبعا. يعني انت هي بيبقى توفيق من عند ربنا. يعني انت لو تيجي تبص للمجموعه اللي موجوده، طبعا مجموعه محترمه جدا ومجموعه متميزه سواء فنيا او بدنيا او خلقيا في داخل المنتخب الوطني. لكن مقارنه باجيال سابقه مثلا احنا نشوف جيل 2006 و2008 و2010 ما وصلش للمونديال. جيل كابتن خطيب وجيل اللي كان موجود فيه الكابتن مصطفى عبده ونجوم الكبار لمصر ما وصلوش مونديال. اجيال كبيره من كره القدم المصريه ما قدرتش تحقق الحلم اللي احنا بنشوفه دلوقتي، على عكس مثلا منتخب 90 برده كان نفس البدايه. اعتقد ان تحقيق الحلم ده ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه ونقله كبيره جدا لكره القدم المصريه وللانديه المصريه ايضا. اكيد اكيد طبعا، اتفق معاك تماما. هو الدعوات بقت من القلب قوي، يعني كل ما بنبعد عن المونديال شويه تلاقي الدعوات بقت يا جماعه احنا هنموت نفسنا نشوف كاس العالم، نشوف نفسنا نشوف مصر في كاس العالم. قبل جيل كامل ما شافش مصر في كاس العالم، فاكيد يعني الدعوه بتبقى من القلب قوي. انا شايف ان هي دعوات المصريين تدخلت ان احنا ان شاء الله ان شاء الله بكره ان شاء الله يبقى يعني بوابه سعادتنا الكونغو. زي ما حضرتك قلت كانت بدايه مبشره في الكونغو. هناك حضرتك كنت شاهد عيان، يعني كانت مباراه 2-1 بعد ما تاخرنا بهدف، يعني كانت الدنيا ماشيه. كمان ماتش النهارده غانا واوغندا كمان بعد التكهنات اللي احنا قعدنا نتكلم عليها، ده غانا ممكن تسيب لاوغندا، ده مش عارف ممكن يحصل ايه. فالدنيا كلها كانت ماشيه في صالحنا، في صالح المنتخب المصري. عشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله بكره، انا متاكد باذن الله ان شاء الله ان ربنا كاتب لنا حاجه كويسه جدا لكل مصر وكل الجماهير المصريه باذن الله. باذن الله تبقى فرحتنا كبيره بكره ان شاء الله. يعني شفت مباراه غانا واوغندا، كنا بنتكلم ان اوغندا ممكن او غانا ممكن تسيب لاوغندا. كان ايه الاسباب اللي خلت الناس تتكلم في الموضوع ده؟ انا بالنسبه لي انا كراجل قريب، لا لم يساورني الشك ان في حد فيهم هيسيب لحد الماتش.
ما زال الاثنين متعلقين بالامال. منتخب غانا كان عنده امل كبير ان هو يحقق الفوز النهارده، وانا شايف ان هو اتظلم النهارده في مباراه اليوم بين الجنوب افريقي، ظلموا النهارده. هم الناس غانا عامل زي الاسد الجريح، انا توقعي ليهم وكنت شايف ان هم بيلعبوا عشان يستردوا سمعتهم. فرقه جديده بتتكون، الراجل المدير الفني بتاعهم بعد المجموعه الكبيره اللي هم نجوم وحققوا كل حاجه، قدروا يوصلوا للمونديال وقدروا يعملوا حاجات كتير في الكوره، فبدا يجيب مجموعه اجيال جديده عندها طموح وعندها استعداد ان هي تعيد الكره الغانيه رونقها من جديد. فانا يعني انت لو ده بدايه الطفره دي حصلت بعد ما تعادلوا مع الكونغو في 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 غانا في كوماسي. الطفره دي بدات مع ماتش الكونغو، الماتش العوده اللي هو كان في الكونغو، حققوا الفوز 5-1. فكنت شايف ان منتخب غانا هيلعب من اجل الفوز والحفاظ على بصيص الامل اللي هو هيلعب على ان منتخب مصر يتعثر امام الكونغو لا قدر الله، ويبقى عنده امل ان يبقى الماتش النهائي ماتش فاصل بالنسبه له. لكن الحمد لله ان يعني جت على قد كده. لا، الفير بلاي النهارده منتخب اوغندا ايضا قدم مباراه قويه جدا وكان ند في معظم الاوقات، لكن انا شايف ان كله لعب لمصلحه المنتخب الوطني ولعب من اجل اسعاد جماهير كره القدم المصريه. قدر يوصل نوصل للنتيجه اللي ما لو حد قدر يحطها في كتاب او يحطها في كتاب مش هتوصل للبتاع دي. يعني كان منتخب غانا ممكن يفوز وينتظر اي تعثر، منتخب اوغندا كان ممكن يفوز ويؤجل لك الاحتفالات للماتش الاخير ويا عالم تطلع او ما تطلعش او تروح انت رايح غانا هناك، واحنا شايفين غانا لان غانا حتى لو خرجت من التصفيات واتغلبت النهارده ما كانتش هتسيب لك الماتش الاخير. اكيد اكيد، وكانت هتلعب على الفوز وهتلعب على اسمها وتاريخها، عمرها ما هتسيب الماتش. اكيد. طيب معانا النجم الكبير اللي انا بعتز بيه جدا جدا اللي بيشرفنا يعني في كل المناسبات جوه مصر وبره، الكابتن الكبير كابتن بدر رجب. اهلا بيك يا كابتن. كابتن بدر مساء الخير يا كابتن حميد، كل سنه وانتم طيبين ان شاء الله، انت مصر الشعب المصري زي ما قلت الشرعيه حل شهيد قريب. الصوت يا كابتن بدر صعب جدا، انا مش سامعك كويس. صوت ولا صوت حضرتك؟ لا صوت حضرتك، الصوت فيه دوشه جنب حضرتك كتيره جدا. في دوشه؟ اه في صوت جامد جدا جنب حضرتك. تمام، اتفضل اتفضل كده. سامعني؟ اه اتفضل. تمام كده زي الفل، اتفضل يا كابتن. تمام يا حبيبي، وانا بس حابب ان انا بارك الشعب المصري ان شاء الله قبل مباراه بكره ان شاء الله بامر الله. مبروك صعودنا لكاس العالم، والمجموعه اللي موجوده تستاهل لان فعلا عملت مجهود جبار، وانا من اسعد الناس اللي موجوده هنا بالذات يمكن في مصر. تحس انت عايش الاجواء، لكن احنا بره هنا مغتربين اكيد، فبنفرح اكتر بفرحتنا كبيره جدا بالمنتخب بتاعنا واللعيبه المصريه اللي موجوده عندنا. اكيد يا كابتن، يعني طبعا انا بستعيد معاك ذكريات 90، حضرتك طبعا كنت شاركت في تاهل المنتخب، لكن طبعا يعني كان سوء الحظ ان انت ما تشاركش معاهم فعليا، لكن شاركت في يعني وصول منتخب لمونديال كاس العالم 90. قول لي الذكريات الجميله ممكن ترجعها تاني ازاي؟ والله يا كابتن ده كان امل كبير جدا، ان احنا كان بقالنا 30 سنه ما وصلناش كاس عالم. قبل سنه 90 كان بقالنا 30 سنه ما وصلناش كاس عالم، فالجيل اللي كنت انا موجود فيه ده كان جيل محظوظ جدا، وهو اسعد جماهير الكره المصريه كلها واسعد القاره الافريقيه كلها بوصول مصر لكاس العالم. ولينا ذكريات كبيره جدا في تصفيات كاس العالم، الحمد لله شاركنا في جميع التصفيات، وكان اخر مباراه نفس القصه اللي كانت موجوده دلوقتي، كان عندنا الجزائر اللي هي ماتش الفاينل بيننا وبينهم، تعادلنا معاهم هناك 0-0 وكسبناهم هنا في وسط 120,000 1-0 في استاد القاهره الدولي، ووصلنا بعديها لكاس العالم. دي كانت اسعد بشرى لجماهير الكره المصريه واسعد بشرى لينا كجيل اللي هو جيل التسعين اللي هو وصل مصر لكاس العالم، زي ما الجيل اللي موجود بتاع 2017 ان شاء الله هيوصل مصر لكاس العالم. يعني تسلسل الاحداث يا كابتن بدر من اول مباراه مع الكونغو اللي احنا كنا متاخرين فيها بهدف والحمد لله يعني كسبنا 2-1، تسلسل الاحداث من هذه المباراه لغايه النهارده تحديدا، المباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0، كان بيدي لك امل ان منتخب مصر هيوصل لكاس العالم؟ والله يا كابتن حبيبي انا من ساعه ما لعبنا وقلت ان احنا هنوصل قبل ماتش بكره، يعني انا قلت هم هيدونا الهديه دي ان احنا هنوصل كاس العالم قبل ما نلعب بكره. تمام.
لكن الحمد لله التعادل في مصلحتنا في مصلحه كبيره جدا لينا، نتيجه كويسه جدا للمنتخب المصري. اولا هتدينا دافع ان احنا بكره ما عندناش فرصه ان احنا نكسب، ونبقى اتاهلنا قبل ما نروح غانا. أكيد. لان لو احنا غانا واحنا كنا محتاجين المباراه كان هتبقى الامور صعبه جدا بالنسبه للمنتخب المصري، لان المنتخب الغاني حتى في اسوء حالاته منتخب قوي، منتخب عنيد، منتخب ممتلك خبرات، وخصوصا كمان في ملعبه تبقى الامور اصعب جدا بالنصر. يعني احنا عندنا فرصه ان احنا وسط جماهيرنا ملعبنا ان شاء الله نقدر نكسب ونقدر نسعد جماهيرنا ونقدر نوصل. أكيد. لكن لو وصلنا لغانا واحنا ما عندناش الشانس ده ممكن تبقى الامور صعبه بالنسبه لنا، والحمد لله ان ربنا جابها كده، ودي نتيجه ان شاء الله مرضيه بالنسبه لنا، وان شاء الله بكره اللعيبه المصريين الموجودين يكملوها ونوصل كاس عالم. يعني كابتن بدر، اهم النقاط اللي حضرتك ممكن تتكلم فيها لعيبه المنتخب. يعني انا بكره انا بالنسبه لي انا بخبرتي مش عايزين استعجال، ان شاء الله المكسب يجي في اي وقت، وفي نفس الوقت ما بقاش عندنا انتفاع بالناحيه الهجوميه على حساب الناحيه الدفاعيه، وان كان كوبر بيهتم جدا بالناحيه الدفاعيه، بس انا بحبذ ان احنا في اول نص ساعه نحاول نضغط من اول نص ساعه على فريق الكونغو، ونقدر نجيب جول واثنين، وبعد كده نبتدي نسهر المباراه ونخليها تمشي زي ما احنا عايزين. يعني في فرق ان انت تبقى مسيطر لكن مش سايق المباراه، احنا عايزين الاثنين نسيطر ونسير المباراه بطريقتنا احنا مش بطريقه الفرق. تمام. ان شاء الله بكره هيبقى في توازن في الدفاع والهجوم، احنا لما نقول لازم يبقى في توازن في الدفاع والهجوم، ما يبقاش عندنا تجانب النواحي الهجوميه، ما يبقاش عندنا طمع، ما يبقاش عندنا استهتار ان احنا واصلين ان شاء الله واصلين، لكن يبقى عندنا حذر، لان الفرق الافريقيه ما لهاش معايير وما لهاش مقاييس، ممكن تيجي تتابع جدا في مصر، ولازم يبقى التركيز على اعلى مستوى. 90 دقيقه هتحقق امل كل المصريين الموجودين حوالي 100 مليون مصري، هتساعدهم ويبقوا بايتين بكره ان شاء الله في فرحه كبيره وسعاده، وتمني كره القدم هي السبيل الوحيد لاسعاد كل المصريين. اكيد يا كابتن بدر، يعني برضو انا فهمت كلامك وفهمت برضو انت متخوف ومتفائل من ايه، بس انا عايزك تاكد عليا انت متخوف من ايه؟ انا متخوف من اللاعب المصري اما يبقى حاجه في ايده مضمونه يفرط سهل. يعني تملي المواقف الصعبه تبين معدن الرجال، واحنا مصريين رجاله بطبيعتنا ولعبتنا رجاله، لكن مش عايزين نستهتر بالمباراه، مش عايزين نستسهل المباراه، احنا عايزين الاول نخلص الماتش بعد كده نبتدي نستاهل الماتش زي ما احنا عايزين. اتفق معاك. احنا المتحكمين، احنا اللي مسيطرين، احنا اللي عايزين، احنا اللي لينا هدف، احنا هدف. انت بتلعب يا حبيب توصل كاس عالم بالظبط، مفيش اكتر من كده دافع. مفيش اكتر من كده دافع. انت يعني شوف احنا خدنا افريقيا كام مره، مع ذلك الفرحه بتاعتنا مش كبيره قوي بالظبط، لكن لما توصل كاس عالم انت بتضاهي جميع فرق اوروبا. يعني وبيبقى عندك فرصه كبيره جدا انك كمان يبقى تزود عدد المحترفين، بدل ما يبقى عندك 14 محترف يبقى عندك 20 محترف بالظبط، فدي برضو حاجه كبيره للمنتخب المصري وللشعب المصري ان شاء الله بكره يقدروا يحققوها ان شاء الله، وامنا وربنا ثم في لعيبتنا وفي جهازنا الفني نعمل نتيجة كويس. يا رب يا كابتن، يا رب. يعني كل الشكر ليك كابتن بدر رجب، يعني اللي مشرفنا جوه مصر وبره مصر، كل التوفيق لحضرتك. يعني مكالمة كانت مهمة جدا واستغلوا طبعا، يعني اتكلم فيها عن مخاوفه واتكلم فيها عن ازاي ممكن نبدأ طبعا المباراة. هو ده لازم، يعني انا شايف النهارده كان في تواصل مع معسكر المنتخب النهارده مع دكتور كرم كوردي ومع المهندس هاني بوريدا ومع الناس اللي موجودين هناك في معسكر المنتخب، كان في كلام معاهم. الناس قفلت بعد الماتش ما خلص، فرحوا وانبسطوا، لكن قال لك ان احنا ما قافلين فعلا على اللعيبه جامد المره دي قوي، بيأجلوا الاحتفالات. قال لك احنا ما بنأجل الاحتفالات ومنتظرين في دعوات المصريين لينا ان بكره يكملها على خير. شايف على عكس المباراه اللي فاتت، يمكن كان في انتقادات، بعض الانتقادات في معسكر المنتخب لحاله الهرج والمرج اللي بتبقى موجوده داخل المعسكر والزحمه اللي بتبقى موجوده. انا اعتقد ان المره دي في نوع من التركيز بناء على تعليمات من مستر كوبر، ده لازم. ممنوع الاقتراب من اللعيبه، ممنوع ان اللعيبه تتكلم مع حد، هو اكتر من ان هيبقى في لقاء للوزير المهندس خالد عبد العزيز مع اللاعبين، ده بيستمر لمده 10 دقائق، بيعقبه تاني اجتماع للمهندس هاني بوريدا رئيس الاتحاد، بيحفز اللعيبه وبيأكد معاهم على بعض النقط اللي مطلوبه منهم، وبعد كده خلاص هم مع الجهاز الفني بتاعهم بعيد تماما عن الاجواء وفي الملعب. ده النهارده ولا المفروض كده؟ ده بيحصل النهارده بالليل، ده بيحصل النهارده بالليل. يعني النهارده في اجتماع بالليل بيتم بين مع المهندس خالد عبد العزيز، بيقعد بينقل لهم تحيات
المسؤولين في الدولة ورئيس الجمهورية، وبيأكد لهم ان كل الناس منتظرة منهم حاجات كتير، فرحة الشعب المصري، كلام اللي هو البروتوكولي. وبعد كده بيبقى المهندس هاني أبو رضا ليه هو الثاني كلمة معاهم برضك، وبعد كده بيقفل تماما. التشكيل يمكن كوبر بيبتدي يحط ملامحه من بالليل النهارده، ولكن لا يعلن الا في المحاضره اللي بتسبق خروج الفريق على ملعب المهرج. شايف ان دي ظاهره صحيه ولا ظاهره غير صحيه؟ انا من يعني من كتر معاشرتي للمنتخب وقربي منهم، شايف ان هو النظام السيستم اتعودوا عليه اللعيبه، تعود اللعيبه ان هم في اجتماع لرئيس البعثه معاهم قبل ليله المباراه، بيأكد لهم على بعض المعاني وبيأكد لهم على المهمة وأهميتها وكذا. وبعد كده خلاص المدير الفني هو اللي بيبقى قاعد معاهم، بيتحرك معاهم فنيا ويبتدي يحط الملامح بتاعتهم. التشكيل بتاعهم في المحاضرة اللي بتسبق المباراة بيعلن فيه تشكيل اللعيبة، بتبقى نازلة عارفة مين هيلعب ومش مين مش هيلعب. بعد المحاضرة خلاص كله بقى عارف التشكيل بتاعه، اللي بره السكور واللي داخل الملعب. ويبتدي بقى ان الناس داخله الملعب مركزه. فانا شايف ان ده متوفر، الاجواء متوفره، هو لا يبقى الا التوفيق في مباراه الغد. انا شايف ان رغم سهولتها، وان دي اسهل جوله في التصفيات، اسهل من ان انت تقابل غانا واسهل من مواجهه اوغندا المره الماضيه، لكن دي اعتقد ان دي هيبقى صعوبتها في ان فريق جاي يستعرض، يعني فريق كونغو ليس له اي امال، ودي سلاح ذو حدين، يا اما فريق بسهل جدا، يا اما فريق يلعب كوره عاليه جدا وبيلعب من اجل استعراضه وان هو يرسم نفسه ويبقى موجود على الخريطه الافريقيه ويعمل حاجه، يعمل بصمه ليه. لكن انا شايف ان المباراه مش ناجل افراحنا كلها لحد ما ان شاء الله يحصل الفوز بكره ان شاء الله. اكيد يعني انا حضرتك كلمت في موضوع مهم جدا، موضوع اللي هو التشكيل. انا سالت حضرتك هو ظاهره صحيه ولا لا، ممكن ما يعلنش على التشكيل لكن ممكن يقول للعيبه يعني خلي بالك ركز. ما هو طبعا بيدي تعليمات، لكن انا بحكم معرفتي بمستر كوبر التغييرات بالنسبه له يعني نادره، تكاد تكون يعني لو انت مغمض عينك شوف التشكيل بتاع الماتش اللي فات وشوف متوقع تشكيل بكره ايه. يعني هو نفس التشكيل، مش هيخرج منه غير المصابين. يعني هو التشكيل اللي بيبدا بيه دايما في كل الماتشات. التشكيل اللي موجود هيبقى عصام الحضري، هيبقى قدامه احمد فتحي، هيبقى قدامه في القلب حجازي وربيعه. هيبقى على الجنبين عبد الشافي واحمد فتحي، في الحته نني وطارق حامد. يعني هو دايما محمد صلاح، رمضان صبحي. اعتقد ممكن ياجل تريزيجيه، ممكن ياجل تريزيجيه يبدا برمضان ويبدا برمضان. وصالح ممكن يبدا بيه من اول مباراه، ولكن يعني انا مش عارف طريقه تفكيره بقى في حته ان هو يستعين بعد ما اصابه لاعب. لكن هو دايما في تثبيت. وسترايكر سترايكر ولا عمرو جمال؟ اعتقد ان هو يعني بحكم سابق المعرفه، لا هو اعتقد ان عمرو جمال. عمرو جمال هو بدا بعمرو جمال الماتش اللي فات اوغندا، هيبدا بعمرو جمال الماتش. هو من نوع التغييرات عنده عزيزه جدا، وبيبقى عنده قناعه باللاعب اللي موجود في فورمه مش في فورمه، هو شايف ان هو كده صح، وشايف اللعيبه بتنفذ الطريقه بتاعته، وهو طريقته بيميل في كل مبارياته انه يامن دفاعاته جدا، ان ما فيش اهداف تدخل مرمى. ده اهم حاجه، وده اسلوب كويس في كره القدم، وان انت ما تدخلش فيك هدف وتبحث عن احسن. طب حضرتك بتتابعه في التدريبات؟ التدريبات اللي قبل المباريات اللي هي خلاص يعني مثلا تابعته بيحط التشكيله الاساسيه في التقسيمات ولا ممكن لا بيعمل عمليه تموهات؟ لكن اللعيبه عندها قناعه تامه، واللعيبه عارفه، كل اللعيبه عارفه ان هو هيبتدي بمين، لان زي ما بقول لحضرتك كده هو يميل الى الثبات. هو ليس مغامرا، وليس ان هو ممكن يفاجئ المنافس باوراق جديده، لا هو طريقه اللعب بتاعته هو بيقول لك انا ماشي بالطريقه دي، ناجح بالطريقه دي الى ان يثبت العكس. يعني ما بيغيرش لعيب الا لما ان اداؤه قل، لكن هو مقتنع مثلا حجازي وربيعه، حجازي وربيعه
ربيع ما بيلعبش في نادي، حجازي ما بيلعبش، لا هو هي 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 بيحافظ على دي بيحافظ، يقول لك انا اللي عندي فاهم طريقه لعبي وفاهم التعليمات اللي بيعملها وفاهم الجمل اللي هو بيعملها، فهو مثبت الحته دي تماما، ولذلك اللعيبه عندها راحه نفسيه بمين بيلعب ومين بره. هو خلينا يعني انا اتحفظ عن كلامي على اسلوبه يعني، طبعا هي دي مدارس، هي مدارس هي مدارس يعني. ممكن حضرتك ما تقتنعش، ممكن انا اكون مش مقتنع، لا 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 لا. ممكن انا مش مقتنع بالطريقه بتاعته بالفكره، ان انا كل ماتش دي ظروفه وكل ماتش ممكن يبقى يحتاج عناصر جديده عن عنصر كذا، لكن هو بيقول لك مع التثبيت بصراحه. لا التثبيت طبعا ما هي ما لكن يعني مش لا ربنا يكرمنا بس ان شاء الله ان شاء الله. هي 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 في كل الاحوال دعوات المصريين هي السند بتاع في اللي انا قلت لك احنا بعدنا، لكن هي لا يعني هي طبعا جهد لعيبه وامكانيات، لكن انت لو تشوف اخر ماتشين لا الاداء بتاعنا مش هو نفس بدايه التصفيات يعني. احنا كنا بادئين بدايه قويه، فوز على كونغو، بعديه فوز على غانا، رجعنا خسرنا من اوغندا في اوغندا في ماتش. انا بقول لك ربنا عايزنا ربنا عايز المصريين يفرحوا. لا طبعا ما كل الناس بتخدم عليك، كل بالزبط. الفرق كل الفرق بتقدم لك خدمات مجانيه يعني. المفروض نشكر غانا ونشكر اوغندا ونشكر ما احنا كنا غانا النهارده كلنا غانا يعني كلنا كنا بنشكر. والكونغو ايضا يمكن موتت الحلم ووقفت حلم غانا بالتعادل اللي عملته في كوميس. بالظبط بالظبط يعني بالزبط. الناس كلها قامت معانا بالواجب. المفروض بقى الواجب الاخير عند اللعيبه بتاعتنا. انا قلت في البدايه استاذ زغلول، قلت المباراه بكره بتاعت جمهور ولاعيبه اكتر من ان هي بتاعت جهاز فني خالص يعني. قلت اي 11 راجل مصري ينزلوا بكره مفيش اكتر من كده دافع، زي ما قال الكابتن بدر رجب مفيش اكتر من كده دافع. بقى انت هتوصل كاس عالم، خطوه واحده توصلك كاس عالم بعد غياب يعني سنين السنين 28 سنه بالظبط يعني. انت اكتر من كده دافع عن لما وصلت سنه 90 كان 56 سنه، المره دي اختصرنا المسافه الحمد لله ان بقت نصها بقى 28 سنه بالظبط. لكن اعتقد ان يعني هي لا لابد ان هو يبقى فيه التزام بالتعليمات، التزام بتعليمات الجهاز الفني، ان اللعيبه نازله حماس. هم بيعملوا فيديو قبل كده على فكره الفيديو بتاعهم كل مره بيعملوه مطلوب، اللعيبه بتتفرج عليه مطلوب. وعندهم الفيديو بتاعه التحفيزي اللي هو بيحطه، والطياره طالعه على روسيا، وهتلاقي بقى النادي الشغل بتاع الجهاز الفني عامله، اللعيبه بتقعد في المحاضره وتتفرج على الفيديو بحيث ان هو يبقى نازل متحفز، هم محفزينه بطريقه معينه. لكن انا شايف ان الناس الجمهور ما يفقدش الامل، الجمهور يفضل لحد الدقيقه 90، الجون ممكن يجي في الدقيقه 90، ما نستعجلش الفوز، الناس ما تبتعد، الناس تفضل مركزه طوال ال 90 دقيقه. مش ان الجمهور واحد يسيب مكانه او واحد يسيب كذا، لا ده مباراه دوليه ومباراه مهمه جدا، مش عايز تاخدنا الانفعالات، لابد ان احنا مصممين الماتش 90 دقيقه وبينتهي بصفاره الحكم ان شاء الله باذن الله. يخلصونا باذن الله من الشوط الاول ان شاء الله، هنوصل ان شاء الله هنوصل. يعني لو اخترت عنوان تعنونه بكره في جورنالك تختار ايه؟ وتحقق حلم المونديال. اللي بكره ولا اللي بعد بكره؟ اللي بكره. انا عايز اسبق كلنا عايزين حلم المونديال في متناول اليد يعني. حلم المونديال بقى اصبح في المتناول في المتناول قوي في المتناول. حلم المونديال في المتناول يعني. ده انا شايف ان هو ده يعني خلاص الدور بقى، كل الناس قامت بادوارها، الدوله قامت بدورها، اتحاد الكره قام بدوره، يعني الكره في ملعب اللعيبه بقى دلوقتي، الكره لا في ملعب اللعيبه والجهاز الفني، ان هم يفرحوا ويسعدوا الجماهير اللي هتسحب بكره باعداد غفيره جدا، واحنا شايفين الاقبال ازاي على المباراه. اعتقد ان هم عندهم حافز كبير ان هم عايزين يحتفلوا ان شاء الله. ان شاء الله مصر غدا ان شاء الله شوارع مصر هتضاء وهتبقى في العاب ناريه وهتبقى ليله لحد كله الصبح. احنا هنجيب صواريخ هنا لحد الصبح ان شاء الله بكره. مصر هتحتفل بكره ان شاء الله لحد الصبح بوصول المونديال. هو شعب يعني يستاهل الفرحه طبعا طبعا، يستاهل الفرحه ان شاء الله بكره، فرحنا ان شاء الله. يعني قول لي اهم اسلحتنا بكره. عندنا الاسلحه بتاعتنا طبعا يعني غنيه عن التعريف، او الناس كلها عارفه طبعا وبقت فاهمه في الكوره. انا شايف ان السلاح الاول بتاعنا النجم محمد صلاح، شايف ان هو يعني اداؤه مع المنتخب وبيقطع خطوات قويه جدا مع منتخب مصر، وقدر ان هو يبقى هداف المنتخب في الفتره الاخيره. اعتقد ان ده ورقه من الاوراق الرابحه لينا. رمضان صبح ان شاء الله هيكون بدايه قويه لي، على عكس يعني انا معظم البدايات اللي قدمها لحد دلوقتي شايف ان هي لسه لحد دلوقتي ما اكتملتش النضج، لكن انا شايف ان بكره ان شاء الله ممكن تكون بدايه لرمضان صبحي في التالق مع المنتخب مصر.
دول الورقتين وتريزيجيه لو نزل ايضا هو الراجل بيعتمد عليه بقوه في الماتشات، يعني ممكن تتفاجئ ان تريزيجيه بادئ المباراه لانه عنده قناعه كبيره جدا بتريزيجيه. بالظبط يعني هو عامل مباريات كمان في لا هو يقول لك ان تريزيجيه افضل مفتاح لعب معاه. شايف ان هو لابد ان المدير الفني يحرر الجناحين الاثنين المدافعين سواء كابتن سواء فتحي او عبد الشاف، لابد ان لان كان في ماتش اوغندا ما فيش تحرر ليهم، ما فيش ما شفناش الاوفرات والطلوع ورا المهاجمين. فاعتقد ما تستفزنيش ان انا ما انا ما انا انا ماسك لا ما احنا كنا ماسكين نفسنا يعني، بس دلوقتي نبتدي نقول بقى يعني تحرر ان شاء الله. لا عندك فرقه اوغندا طبعا كان يعني كونغو لا تقارن باوغندا او بغانا. لابد ان احنا نلعب مباراه هجوميه، نلعب مباراه لامتاع الجماهير، الجماهير رايحه تتمتع. نعم احنا في حاجه للفوز والوصول للمونديال وكذا، لكن الجماهير بردك طوقه للاداء الجمالي. يعني انت بتبص الجماهير احنا وصلنا او قربنا على الوصول، لكن لسه في غصه في الشكل بتاع منتخب مصر. يعني انت لابد ان انت يبقى عندك لابد ان انت يبقى عندك بقى نزعات هجوميه وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا، والناس تفرح بالاداء وتستمتع بكره القدم الحقيقيه. هي الجماهير نفسها بكره تسمع مصر في كاس العالم بس. طبعا ان شاء الله ده هيحصل ان شاء الله. غير ان هم يسمعوا مصر في كاس العالم يا جماعه. ان شاء الله ده هيحصل ان شاء الله. ده اكيد ان شاء الله باذن الله بتوفيق من الله. انا حاسس ان ربنا هيفرحنا وعندي احساس من بدايه التصفيات ومن اول مباراه انا يعني الاحساس كان كبير جدا ان احنا هنلعب هنوصل لروسيا. يا رب يا رب. يعني اكيد المباراه دي هترفع من معنويات اللعيبه كلها وخصوصا لعيبه الاهلي اللي هم عندهم مباراه كبيره جدا، مباراه النجم مباراه العوده. تفتكر اكيد هتدي دفعه معنويه كبيره جدا لعيبه الاهلي، كمان هتدي دفعه معنويه لكل اللعيبه، الجهاز الفني كمان النادي الاهلي كمان هيستفيد بهذه الدفعه المعنويه ان انت توصل كاس عالم، ان انت تتخطى النجم الساحلي، ولا شايف الموضوع ازاي كاعلام؟ انا شايف ان طبعا المباراه هيبقى لها يعني وصولنا لكاس العالم ده مردود على كل المستويات، على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الانديه وعلى مستوى منتخب مصر وعلى مستوى اسم كره القدم المصريه. اكيد على جزئنا اعتقد. لكن انا بالنسبه لمستوى النادي الاهلي طبعا غالبيه المنتخب بيمثله عناصره من داخل النادي الاهلي، وصولهم لكاس العالم ده يعني هيبقى حاله معنويات مرتفعه جدا. لعيبه عرفت ان هي تقدر توصل لكاس العالم وهي من بدايه التصفيات فعلا كان القوام الاساسي لمعظم نجوم النادي الاهلي. فالوصول للمونديال ده هيرفع معنويات اللعيبه، هيدي اللعيبه حافز كبير قبل مباراه النجم الساحلي، هيخلي ان ما عندهمش حاجه صعبه. انت عندك ماتش النجم الساحلي هيبقى موجود في مصر، محتاج الفوز بهدف واحد فقط وتتاهل المباراه النهائيه. شايف ان الاجواء دي كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي. كمان هيدي دفع كمان للاجهزه الامنيه انها تدي كمان للجماهير، تزود عدد اكيد الجماهير. طبعا بعد الماتش بكره ولا هنشوف ان شاء الله. انا شايف ان الجماهير كلها هتبقى ملتزمه ان شاء الله، واحتفالاتنا هتبقى في الاطار الاحتفال المحترم الاحتمال الجماهير بفارقها. شايف ان الامن لن يمانع في ان ماتش الاهلي هيبقى فيه 70 و80 الف متفرج ان شاء الله يقف وراء النادي الاهلي في مباراه النجم. واعتقد ان العمليه سهله ان شاء الله، ان يعني الاهلي يعني انا شايف ان هو خطوه صغيره ويصل للمباراه النهائيه. يا رب يا ررب. يعني برضو شفت النهارده مباراه الوديه بين الاهلي واف سي مصر، لو حضرتك سمعت. سمعت طبعا، تابعتها على بس ما شوف لان كنا متابعين ماتش غانا وكانت موجوده في نفس التايم 5:30 مش عارف يعني بالظبط 3:30 اعتقد، فكانت في نفس توقيت التايم بتاع ماتش غانا واوغندا. لكن شفت ان ازارو تخلى النحس عنه وبدا شايف ازارو ازاي؟ انا شايف ازارو ان الناس مستعجله على ازارو. انا شايف ان الناس مستعجله. هو لاعب باد لك في فتره كبيره وجماهير الاهلي واعيه ومدركه. لا حضرتك انت كاعلام انا شايف انه لاعب قوي جدا ولاعب مؤثر جدا، واي مدير فني هيعتمد على ازارو بطريقه واضحه وبطريقه وبشكل اساسي، لانه لعيب من اللعيبه اللي هو بيهد في دفاعات المنافس. ما هواش لعيب كيوت ويقف في مكان، لكن لعيب ممكن ما بيجيبش جون او الحظ متخلي عنه، لكن دايما بيقرب، دايما بياخد المكان السهل. ما هو مش اي لعيب بيضيع فرص. بالظبط. اللعيب اللي بياخد مكان، حضرتك كنت مهاجم وعارف ان ازاي اللعيب المهاجم الكويس هو اللي بياخد المكان وبيختار التايم اللي يقدر يشوط فيه ويسدد. انا شايف ان الراجل
بياخد اماكن متميزه جدا. ده الهدف اللي جابه ازارو النهارده عشان يعني لو يعني انا شايف ان الراجل بياخد يعني شايف ان هو لابد ان يحصل على فرصه. الناس ما تستعجلش، ده لعيب جاي ولعيب قوي ومن اول وجوده في النادي الاهلي بيمثل قوه في خط الهجوم، فما تستعجلوش عليه. وبعدين انتوا عارفين طبعا ما قصه فلافيو، يعني قصه فلافيو الناس يعني مش بعيده ولا قصه خياليه. يعني احنا بنتكلم على واحد قعد سنه ما فيش ما بيضيعش فرص اصلا، لكن كان عند في المدير الفني والجهاز الفني عندهم قناعه تامه بامكانياته. وان الراجل انا شايف ان ازارو فعلا بذره نجم، هيكون مؤثر في خط هجوم النادي الاهلي. انا متفق معاك. يعني سؤال بدري شويه لكن لازم اساله لك، يعني استغل وجود حضرتك معايا. كابتن حسام بدري عنده اثنين مهاجمين او الاقرب يعني لل 18 اثنين مهاجمين من العيار الثقيل، ازارو بشبابه بصحته باندفاعاته، وعنده كمان عماد متعب بيجمع حاجات كتير قوي في بعض. شايف ان هو ممكن يبدا المباراه ازاي؟ لا هيبدا باي حد من الاثنين. لا هي لا كابتن متعب هو يعني عنده قناعه تامه ان لو هيبقى وقت الحاجه. لكن هو ازارو الاساسي بتاع الاهلي دلوقتي في الفتره الحاليه، هيبدا باللي هو هيلعب وراه جناحين، ممكن يلعب بقى مؤمن، هيلعب وليد سليمان. لكن هو ازارو هو التشكيله الاساسيه في التشكيله الاساسيه. لكن الكابتن عماد متعب لو احتاجه في فتره من فترات المباراه ولقى المباراه معقربه في فتره من الفترات، هيبتدي يدعم بالكابتن عماد. وعماد متعب من اللعيبه اللي بتبقى عند حسن الظن، يعني هو بحسن الظن بالمدير الفني، ووجوده بياكد ان اكيد. والنهارده احرز هدفين بالمناسبه. لا هو كابتن عماد متعب ده راجل مولود في منطقه الجزاء ومولود، لكن هو لابد هم خلاص. هو برضو الاهداف عشان تشوف هدف جاب يعني هو راجل يعني كابتن عماد متعب راجل متميز جدا وعارف ازاي يعني كوره قويه. شفت وقفتك وقفتك ثاني. لا عماد متعب لعيب يعني كبير وبعدين يعني انت تشوف ماتشات كل الناس تتوقع ان هي خلاص خلصت وينزل في اخر ربع ساعه، ورغم ان كل الناس تقول ان الكابتن عماد متعب نازل في اخر ربع ساعه او في اخر كذا، لكن انت الكابتن عماد متعب وجوده خمس دقائق بس في الملعب بيفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وبالذات في الماتشات العصيبه وفي الماتشات اللي بيكون محتاجه حد بخبره الكابتن عماد متعب. تمام. يعني برضو يعني بتكلم مع حضرتك برضو اسئله الناس اللي دايما بتسالها، اوجاييه هل هو مهاجم صريح، هل هو على الاجنحه افضل، برضو من وجهه نظر حضرتك الاعلاميه. لا اوجاييه انا شايف ان هو مش مهاجم صريح، يعني ازارو اللي ممكن يبقى مهاجم صريح بعد كده. لكن اوجاييه تحركاته واستلامه الكوره وتحركاته في المنطقه قدام منطقه الجزاء وعلى الجناب، لا شايف ان هو بيمثل قوه كبيره جدا للنادي الاهلي. وبعدين عنده الباص بتاعه والسروهات اللي بيلعبها لزمايله، لا بيعمل فارق كبير جدا للنادي الاهلي. يعني اجاي قوه اضافيه، شفنا في ماتش الترجي لما نزل الشوط الثاني فرق شاسع جدا وجوده ونزوله. ما يعني ما كل الناس قالت علي معلول واشاد بيه في البتاع دي، لكن انا شايف كان نقطه التحول التغيير اللي عمله الكابتن حسام بنزول اجايين في الشوط الثاني، ده صنع الفرق الكبير جدا للنادي الاهلي وخلى الاهلي يمسك المباراه وخلى الاهلي يتخطى عقبه الترجي التونسي. بالظبط. شايف المباراه دي يعني استاذ زغلول شايفها مباراه ممكن يكون الخصم، الناس تقول لك الخصم سهل شويه، لكن ايه فوائدها على الجهاز الفني وعلى اللعيبه من وجهه نظرك برضو الاعلاميه؟ طبعا المباريات دي في عنده مجموعه من اللعيبه ما بتشاركش مثلا بره الاساسيين اللي عنده. شفنا تالق حمودي على يعني شفنا المجموعه دي لازم تتفرج برضه على ده الهدف الثاني بتاع عماد متعب، يعني بره حاجه حاجه تقيله على الكوره. ده متعب حاجه ثانيه خالص، العمر نوع ثاني من اللعيبه وامكانيات ويكفي حارب. يعني تكفي ادبه واحترامه داخل الملعب وقدراته، ان اللعيب يبقى بحجم عماد متعب قاعد على الدكه وما يتكلمش وموجود مساند للفريق. شفت دوره قام في ماتش الترجي، شفت دوره في ماتش النجم رغم انه بره التشكيل، الا انه ده بيعكس روح النادي الاهلي، بيعكس ان النجم الكبير وكابتن النادي الاهلي بيقف ويشد من ازر زمايله. شايف ان يعني الامور دي كلها بتصب في مصلحه النادي الاهلي لما يعمل تجربه زي دي. اللعيبه بتاعته يعني ما بتبقى بعيد طبعا، اللعيبه الدوليه واخده فرصتها، ممكن فيها ناس هتلعب وناس هتبقى بره السكور، لكن المجموعه اللي موجوده دي لازم تبقى موجوده في الملعب وشايفه القدرات. فالمباراه دي بتجهزها تجهيز كويس، وان لما تنضم بقى المجموعتين مع بعض ويتعمل مثلا
ماتش تراي قبل النجم الساحلي، اعتقد ان دي هتكون بروفه هتخلي الجهاز الفني يستقر على هو عايز ايه من الماتش اللي جاي. تفتكر الكابتن حسام بدري هيفكر في المباراه القادمه ان شاء الله امام النجم الساحلي؟ لسه بدري بس يعني بنتكلم برضو ان شاء الله في اللي جاي. لا اكيد طبعا، انا عايزك برضو تشوف هدف عمرو بركات، حاجه روعه طبعا يعني. طبعا لا ما هي اللعيبه دي الماتشات دي يعني بتعد لها الثقه في نفسها. طبعا بيبقى الماتش الماتشات الرسميه بيبقى عندك 11، انت ملتزم ب 11 وثلاثه تغيير، بيبقى يعني ده بيبقى زانق المدير الفني عنده قايمه فيها 25 لعيب او 30 لعيب، وده عايز يلعب وده عايز يلعب. في طبعا المجموعه دي الماتشات اللي زي دي هي اللي بتجهز لعيبه وبتاكد ادي نيدفيد هاوك برضك يعني موجود في الصوره. كله النهارده بصراحه عمل يعني مسافر النظر. يعني انا شايف ان الكابتن حسام شائم ابا هو يحلم كل يوم بالنجم الساحلي. يعني هو طبعا ده مباراه الموسم، ودي البطوله بتاعه النادي الاهلي واللي بيفكر فيها، لان دي اللي هتصنع الامجاد وتكتر الامجاد بتاعه النادي الاهلي. فاعتقد ان هو بيفكر تفكير، طبعا يفكر يبدا بمين ويحط مين ويشيل مين. فطبعا ده المدير الفني قاعد شغال على طول وشغال بيجهز المجموعه البديله اللي هيقدر يكون منها 18 او المجموعه اللي هتبقى موجوده معاه في الماتش. فكل ده بيدي زخم للمدير الفني ان عنده كثره العناصر جاهزه، رغم انها بتبقى مشكله في انه يختار مين او يحط مين، لكن وجودهم على دكه البدلاء بتدي اطمئنان للجهاز الفني، بتدي اطمئنان للاعيبه اللي موجوده في الملعب ان في ناس قاعده بره ممكن تخلص المباراه في اي لحظه من اللحظات. ممكن نشوف وجوه جديده في تشكيله الاهلي امام النجم الساحلي القادمه، المباراه القادمه ان شاء الله؟ اعتقد ممكن يعني هتبقى في اضيق الحدود طبعا عشان اصابه كابتن عبد الله. اعتقد ان صالح ممكن صالح اكيد صالح هيبدا اساسي يعني. اعتقد ان ممكن اجي يبدا ممكن مع المجموعه اللي معاه، يعني هيبقى في عنده بدائل لسه قدامه متسع من الوقت، لكن هو اعتقد في 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 في, في, في قلب الملعب وفي الفتره. عوده كابتن حسام غالي برضك ممكن يعود للاهلي في المباراه القادمه، مش عارف ظروف الاصابه بتاعته شكلها ايه. حسام عاشور اعتقد ان ممكن. انا فرحت والله، انا قلت حسام غالي هيرجع، انا قلت خبر جدي. لا كابتن حسام غالي ربنا يوفقه في الاحتراف بتاعه، لكن كابتن حسام عاشور اللي افتقده النادي الاهلي في مباراه هيرجع ان شاء الله على النجم ان شاء الله يكون يعني هو كان بيمثل كل الناس الدور الخفي اللي الناس مش شايفه فيه. بالزبط. الكابتن حسام عاشور بالظبط هو ده دور الكابتن حسام عاشور. بالزبط. هو حته وسط الملعب والسيطره على وسط الملعب ومنع الهجمات المنافس. مسمار فعلا. يعني هو ده الدور احنا حسينا بيه في ماتش النجم الساحلي، وحسينا ان فعلا الراجل ده بيقوم بدور كبير جدا مع النادي الاهلي. اكيد. يعني اخر سؤال هساله لك، نرجع لمنتخب مصر تاني، سيناريو بتشوفه في دماغك لمباراه الغد؟ سيناريو انا شايف ان هو في سيناريوهين للمباراه. اما ان شاء الله هيبقى فوز مريح ونحقق فيه فوز بثلاث اربع اهداف ويبقى فوز مريح وتبقى احتفاليه كبيره جدا. يا اما لا قدر الله، وده السيناريو اللي مش عايز اشوفه او عايز اعمله، ان المباراه تبتدي تعقرب وتبتدي يبقى عندنا صعوبه في المباراه. يعني هم دول السيناريوهين اللي موجودين، هتا الامور هتمشي ونحط اهداف وتبقى الامور تبقى احتفاليه جميله والشعب كله بيحتفل، او ان احنا نصعبها على نفسينا يا رب. يبقى في حاجه لا قدر الله او بتاع، نبتدي بقى ندخل في نشد اعصابنا. السيناريو الاول ان شاء الله ان شاء الله بنتمنى ان شاء الله ان يكون السيناريو الاول، ونتمنى بكره ان شاء الله ان مصر كلها بتحتفل بالوصول للمونديال، ونبقى ننضم للسعوديه وننضم للبرازيل وننضم لانجلترا وننضم لنيجيريا. كمان اول المتاهلين من القاره السمراء، نيجيريا فازت على زامبيا النهارده، واول المتاهلين يستحق. فرقه نيجيريا طبعا تستحق ان هي توصل من ده، الفرقه قويه، واحنا شايف ان شاء الله ان احنا هنكمل ان شاء الله ونكون المنتخب الثاني ان شاء الله من افريقيا، والمنتخب اللي موجود على المستوى العالمي ان شاء الله نتاهل ونبقى قبل الارجنتين وقبل منتخبات كتير. نورتني وشرفتني يا زلمه. انا اللي سعيد، وسعيد دايما ببقى سعيد بوجودي في قناه النادي الاهلي. بتنور، تنور اي وقت واي مكان. ربنا يخليك يا رب. دي كانت فقرتنا الاولى، كانت مع الناقد والصحفي الرياضي الكبير الاستاذ زغلول صيام، رئيس القسم الرياضي بفيتو.